باشمهندس، احنا وقفنا عند ارض القطامية واحلام حضرتك او سعي حضرتك للتوسع للمستقبل. هل في ارض شفتوها؟ هل في ارض ملاصقه في ارض ملاصقه للقطامية الحقيقه دي بنشتغل عليها، دي هتعمل توسع للاعضاء القطامية، لان طبعا برضو المكان مع العدد نتمنى يكون طبعًا فيه اوسع طبعًا زائد الموضوع بتاع عضوات الفرع والكلام ده اللي بيحكمه القانون، اتمنى يكون الامور دي تتحل. طيب لما يرضي الكل يعني. البلانز دي او الاحلام دي محتاجه تمويل. حضرتك لما تاخد ارض اكيد هتاخدها بالقسط من الدوله بشكل مريح او بشكل ما، بتبقى محتاج اقساط في ميعادها. حضرتك بتفكر في اتجاه استثماري في ارض الفيوم تستثمر فيها بشكل او اخر بحيث انت تجيب موارد اخرى للنادي. هل الموضوع ده بيبقى اكيد كله باكج واحده؟ طبعا يعني اكيد كل ده هيبقى استثماري عشان يتحط في الاخر للأعضاء. بالظبط. انا كل هدفي وهدف مجلس الاداره اللي معايا يعني زملائي ان احنا نعمل احتياطي مالي في النادي، ده هدفنا في الاربع سنين. في الاربع سنين اسيب الاربع سنين النادي اداريا يتحول الى نادي مؤسسي بيتعامل بقواعد معينه مؤسسيه. بنتكلم على كوست سنترز يعني مراكز انفاق كامله. النهارده بنتكلم على المطاعم بنشوف حساباتها ايه وبتخسر ولا بتكسب. بنتكلم على الالعاب الرياضيه تخسر ولا بتكسب، بندعم ايه وما بندعمش ايه. بنتكلم على الايجارات الموجوده. نعم. انا كان وعدي للناس ايام الانتخابات اي مكان فيه مشاكل ماليه بتعمل ثلاث حاجات اساسيه. بتراجع كل ما يتم انفاقه في الوقت الحالي. صحيح. ونظريا وعمليا وكل حاجه معروف ان لازم هتلاقي 10% ممكن توفر. نعم. وده حصل، اعتقد حصل في كذا حاجه. تاني حاجه بتشوف ما هي المنافذ اللي عندك او كل وسائل الايراد عندك اللي مش مستغله. تحاول تستغلها، تتخطى بقى العوائق القانونية، طريقة المناقصات اللي هي العقيمة جدا اللي بتقعدك سنتين ثلاثة ما تعملش حاجة. فاحنا يعني عملنا اتكلمنا في هذه المواضيع والحمد لله ابتدينا نأجر حاجات ما كانتش متأجرة ونوضب الكلام ده. ثالث حاجة اللي هو الاكسترنال بقى اللي هو الخارجي. لن يغني نادي أو أي مكان غير الفرع الجديد ببساطة. صح. الفرع الجديد ليه؟ احنا بنتكلم النهارده عضويه النادي 700,000 جنيه بالضريبه، 600,000 وحوالي 100,000 ضريبه القيمه المضافه، يبقى بتكلم على 700,000 جنيه. انا هاخد منهم 600. طيب كم واحد هيدفع 600,000؟ هنقول مثلا 1000 واحد. نقول حط مثلاً. حط مثلا رقم. انما لو انا عملت فرع جديد، النادي الاهلي عامل فرع جديد، نادي الجزيره عامل فرع جديد، بتتكلم 250,000 300,000 مظبوط؟ هيبقى ال 1000 دول 2000 3 بقوا 300 مليون. صحيح. ال 1000 300 مليون. مع ان ال 1700 مليون ومش هيجوا. صحيح. لان انا يعني انما انت كده ضمنت انهم هيجوا. ال 10,000 واحد 3 مليار. تعمل فرع وتطور الفروع الثانيه. لو انا عملت فرع استوعب 10,000 عضو. فكر جميل جدا. ادي 3 مليار. يبقى انت لازم بتبص، انا ما اقولكش بكره اجيب 3000 3 مليار ولا بكره اجيب. لما لازم تكون حاطط التارجت. انا بعمل الشغل ده ليه؟ صح. العائق عندي ايه؟ يبقى العائق. البدايه. طب البدايه مالها؟ البدايه هاخد ارض من الدوله. تخصيص او شراء، هيبقى عندي مشكله في السداد الاول اللي هي البيضه ولا الفرخه زي ما بيقولوا. داون بيمنت الاول. طب هاخد فلوس. لا انا هاخد فتره سماح سداد سنه اثنين لغايه ما تقدر. هذا اللي بنتكلم فيه دايما مع الجهات اللي موجوده عندنا، والجهات دي عايزه تساعدنا يعني. طب ما تحط تشريع في قانون جهات الدوله. انا لما بعمل نادي النهارده في احط اخد فيه استوعب فيه 10,000 واحد 20,000 واحد أسس. وعندي امكانيات ماليه، انا هاهله رياضيا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجه. أسلس. النادي على فكره النوادي فقدت لفتره طويله هدفها. نعم. انا جيل بتاعي انا عضو في نادي السيد من سنه 65 او 64. انا عملت كل حاجه في نادي السيد، لعبت الرياضه وحضرت مسرحيات واصحابي ومسكنا يعني نادي السيد ده كان بالنسبه لنا اهلنا بيسيبونا ويمشوا. صحيح. انما كان مكان امن، مكان فيه اضافه، فيه ثقافه. كنا بنتكلم على الكبار اللي عند اكبر مننا اللي اصغر مننا. فالنادي لازم يتحول يرجع تاني لمكان امن، مكان فيه ثقافه عاليه جدا. لازم نهتم جدا بالتربيه وبالتعليم وبالثقافه. ما ينفعش النهارده اللي ماشي في البلد والالفاظ والكلام ده. لازم النادي لازم شخصيه طبعا. امتى ده هيحصل؟ يكون عندك ناس على مستوى عالي تاخد بالها من الانشطه، مدربين على مستوى عالي جدا، مونيتور كويس، الخدمات عندك سيستم وبتمونيتور السيستم ده. كل ده هل ينفع من غير فلوس؟ لا طبعا، هو الاساس. اللي بيقول غير كده فبيضحك على نفسه. طبعا احنا مش جايين عشان نقضيها، هيضحك على جمعيته العموميه. بالظبط كده. الجمعيه العموميه لازم تبقى عارفه، واعضاء النادي، ان انت بتشتغل انت، احنا اعضاء وخدنا اللي خدناه، ولادنا لسه ولادهم لسه. احنا نادي هيستمر كتير. نادي من مكان واحد كان فيه انا عضويتي شخصيا النهارده 1900 وحاجه. يا خبر ابيض، ده ما شاء الله يعني من سنه 76. ده قبل، كان قبل كده مع الوالد
كانت قبل كده اقل من كده، انما انا عضويتي الشخصيه ألف. فبتتكلم النهارده عندنا حاجه و90,000 عضويه، وانا يعني انا كبير في السن يمكن، بس يعني ايه برضه مش لدرجه ان انا اجيال انتهت يعني. لا لا. انا بتكلم على في حياتي زاد من 2001 لحاجه و90,000، بتكلم في اعداد لازم تتوسع. طب ما دي انا شايف ان دي هتبقى حاجه بامانه يعني. انا راجل مش عضو في نادي الصيد عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا راجل ببص بعين مجرده ان حاجه زي كده وانشاء فرع جديد واللي حضرتك بتحلم بيه ده ممكن يكون افضل حاجه ممكن يعملها المجلس. طبعا ان انت بتعمل فرع جديد وبتنشئ فرع جديد وبتاسس على احدث اسس. بس انا اقول لك كلمه بصراحه ويمكن كلمه شخصيه جدا، انا دخلت نادي الصيد بهدف معين وكان في اعتقادي او في تخيلي ان انا باذن الله هنجح فيه، وانا مصر ان شاء الله يعني هنعمل كل شغلي انا ومجلس الاداره بتاعي اللي معايا يعني ان احنا ننجح فيه. لو ما نجحناش هنسيب مكاننا على طول. انا هدفي احول نادي الصيد الى مؤسسه اداريا قويه ماليا قويه، من غير الاثنين دول يبقى اي حد بقى هنيجي ونمشي ما بنعملش حاجه. اسمح لي احييك يا معالي الوزير. انا يعني بتكلم بجد، وانا اسمح لي احييك ان هو يعني نادر لما بنلاقي مسؤول. لا لا لا، انا بالنسبه لي وبتكلم يعني مع زملائي، احنا لو ما مشيناش من نادي الصيد وفي 2-3 مليار جنيه احتياطي مالي يصرف على خدمات الاعضاء، النهارده كلنا بنشتكي من الكراسي، عندهم حق. انما لما تبقى الكراسي النهارده كرسي الواحد ب 3000 جنيه، عايز تغير 2000 كرسي عايز 6 مليون جنيه. عايز تعمل ده بند واحد. ده غير الشلت، ده غير كذا، ده غير كذا. فانت بتتكلم على كلنا مقرين وكلنا شايفين ده غير الخدمات اللي انت حضرتك عايزها تبقى في النادي بدون مش هدفها الربح. فانا النهارده ان ما كانش عندي المؤسسات القويه هي اللي هتستمر، مش قويه مش هتستمر. او هتستمر بخدمات قليله. فاحنا لازم نواجه الواقع، واحنا على فكره انا مش عايز ادفع كتير وزملائي كلنا مش عايزين حد يدفع كتير، انما هل انا ما ادفعش وما الاقيش الخدمه ولا الاقي الخدمه باعلى شويه؟ لا، الوضع الطبيعي تلاقي الخدمه باعلى لغايه ما اقدر بقى اعمل اللي انا بقول عليه، يبقى عندي ملاءه ماليه قويه، عندي احتياطي قوي استثمره. يعني النهارده لما بتاخد كومباوند او في الساحل الشمالي او كده في وديعه بتتحط. طبعا الوديعه دي خدمه شغلتها ايه؟ عشان تضمن ان المكان يفضل باحسن حال. الخدمات باحسن حال. يعني ايه صيانه؟ الصيانه معناها ان المكان دائما جديد. صح. لو رحت مكان لقيت حاجه مكسوره يبقى مفيش صيانه على طول من غير ما تفكر. او قصت ما صلحتش. انا بتاع بترول. روح سكاي وروح بترو سبورت. المكان اكنه مفتوح امبارح. لان في صيانه. الصيانه اللي هي الوقائيه. مش لما حاجه تبوظ اصلحها. لا، الحاجه انها ما تبوظش. فهو ده مفاهيم معينه الحقيقه ما لقيتهاش موجوده قوي في النادي. طب خلينا نقول يا معالي الوزير انه هل حضرتك ومجلسك ابتديتوا خطوات في ارض الواقع؟ هل فعلا يعني اللي احنا اتكلمناه طبعا كلام عظيم جدا بامانه وكلام واضح وصريح وطالع من قلب حضرتك، انا نفسي يعني حاسنه من قلبك. هل خدنا خطوات على ارض الواقع خلال السنه اللي حضرتك كنت فيها؟ لا لا، خدنا طبعا. انا بتكلم على المجموعه، مش عايز اذكر اسامي، المجموعه عندي كلها يعني من الناس الزملاء المحترمين جدا، كلنا شايلين على عاتقنا حاجه، احنا عايزين نعمل حاجه للنادي، كل واحد فينا بطريقته. انما احنا مع بعضنا عندنا تنوع خبرات، في ناس بيشتغل في بنك، في واحد بيشتغل في كله بيساعد شركه بخبرته. واحد بيشتغل في كذا، واحد مهندس، واحد تجاري، واحد طبيب، واحد يعني عندنا ايه الكومباينيشن كويسه. فاحنا كلنا بنشتغل في كل الاتجاهات. نعم. مين يتابع؟ انما ايه اللي ناقصنا لسه؟ احنا عندنا النهارده جهاز اداري في النادي الحقيقه شايل جهد غير عادي. يمكن الناس مش حاسه بيه، انما انا اقدر احس بيه، انا اقدر اقيم الناس اللي بتشتغل معايا. طبعا. انا اعرف امتى اقدر اقول انا محتاج ازود او انا محتاج اغير. هي دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ناس حسب تجربتك مع المسؤول. كان التجربه مش كويسه يبقى ده ما ينفعش. التجربه كويسه يبقى ده احسن واحد في الدنيا، انما التقييم الموضوعي والمنطقي هو بيقيمك انت او انا اللي بيشتغل معاك كل يوم. صح، لان هو معاك كل يوم وشايف اسلوبك في العمل. بالظبط. فاحنا النهارده بنتكلم على نادي الصيد في الدقي في اكتوبر مساحه اكبر مساحه في النادي 65 فدان. فعلا كبير. الدقي 55 فدان، عندنا القطاميه فيها 16 فدان، بورسعيد حوالي 4 فدادين، والارض بتاعت الفيوم كوم قشيم في الفيوم حوالي 16 فدان. فانت بتتكلم على مساحه، ده غير ايه؟ غير البرك اللي موجوده في الشرقيه اللي هي الصيد. فانت بتتكلم على اتساع غير عادي، بتتكلم على اعداد موظفين مش قليله بتستهلك، وده الجهاز الاداري كبير.